السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، محبين قناة كوميدي تي في، كذلك الأصدقاء الكرام المتابعين الأعزاء. إذا سوف نقدم لكم حصة جديدة من تعلم اللغة الصينية بسهولة. من قبل المحادثات وقبل القيام بحوار حوار وكذلك التعرف على التعابير المهمة في اللغة الصينية، يجب علينا أن نتدرب حول مختلف الإيقاعات الصوتية. إذن هناك عدة إيقاعات صوتية مختلفة، كاين إيقاع مرتفع، منخفض، تصاعدي وتنازلي. إذن من خلال هذه الفيديوهات سوف نقدم لكم بعض التدريب الصوتية قبل الحديث حول المحادثات والعبارات المهمة وكذلك الحوار إلى آخره. إذن كيف ما تلاحظون هنا في هذا الفيديو سوف أقدم لكم شيء مهم جدا، كيف ما شفنا في الفيديو السابق تمرين خاص بالتدريب حول الإيقاعات الصوتية. إذن هناك مقاطع يجب احترام هذه الإشارات. هيا بنا نتعرف على التمرين الأول، الفرق بين إيقاع مرتفع وكذلك إيقاع تنازلي، لو طون هو لو طون ديسون، بين مستوى مرتفع ومستوى تنازلي. وفي التمرين الثاني من التدريب الصوتية الفرق بين نقدر نميز ما بين إيقاع تصاعدي لو طون مونطون اي إيقاع منخفض لو طون با. هناك صعوبة حقيقة، ولكن من خلال التدريب المكثفة إن شاء الله سوف نتغلب على هذه الصعوبات، ويمكن لنا نقوم بحوارات ونقوم بمحادثات، وكذلك يسهل علينا النطق باللغة الصينية اللي تظهر للجميع أنها مستحيلة، ولكن سوف نقوم بتسهيلات إن شاء الله. يلا نتدرب أولا حول الميز ما بين إيقاع مرتفع وإيقاع تنازلي، ثم ثانيا نميز ما بين إيقاع تصاعدي وإيقاع منخفض. تابعونا. إذن يمكنكم نقل هذه المقاطع مع احترام الإشارات والتدريب بشكل جدي، لأن هذا التمرين هذا شيء ما صعب مقارنة مع التمارين السابقة. إذن سوف أعيد كل مقطع مرتين ونحاول. إي إي بو كو شي شي كوان كوان تو تان تان توي توي. نحاول مرة أخرى، مرة واحدة كل مقطع. إي إي بو كو شي كوان تو تان توي. نحاول مرة أخرى بسرعة. إي بو كو شي كوان تو تان توي. إذا نقدم لكم التمرين الأصعب، لا ديستانس أونتخ لو طون مونطون إلى طون با، معناها الفرق بين إيقاع تصاعدي وإيقاع منخفض. نرجو من الجميع كتابة المقاطع مع احترام الإشارات، ونتدرب على الصوتيات، كل مقطع نكرره مرتين. لنبدأ على بركة الله. تيي تيي إي ماي ماي تيوم تيوم شوي شوي طن طن ماي ماي
كون. نعيد مرة أخرى، يبدو صعب شيئا ما. المحاولة الأولى كانت صعبة، المحاولة الثانية ستكون ميسرة. تي اي ما تيو شوية طن ماي كو بسرعة تي اي ماي تيو شوية طن ماي كو. إذا نشكركم متابعين قناتكم ليك تي في، وكذلك محبين تعلم اللغات، لأن إن شاء الله سوف نقدم لكم دائما المزيد من الفيديوهات الخاصة بتعلم اللغة الصينية بسهولة. إلى اللقاء.